فعلا يخلقوا المتعة ويخلقوا الجمال في هذه الحياة. السيدة والسادة والشعراء والشاعرات والحضور الكرام، تحية لكم السادة أعضاء المجلس الجماعي اللي يعودون دائما على الدعم وعلى الوقوف إلى جانب الثقافة والمجتمع المدني. شكرا لكم السادة والسيدات ممثلي جمعيات المجتمع المدني، أحييكم على صدر هذه الأمسية الجميلة. نعم، للشعر مكانة في دواخلنا، مكانة في حياتنا العميقة، في متداولنا اللغوي العام، وفي عمقنا الاجتماعي وقضايانا الكبرى. فالشعر فعلا يسكننا، ونحن نمنحه الحياة ونودعه أسرارنا. فهل هو بيت لنا؟ هذا ما سنعيشه فعلا في الأمسيات، كيف الشعر تسكن الشعراء، وكيفاش الإلقاء ديالو تعبر على ذاك العمق الإنساني وذاك الدفء الإنساني. فشكرا لكم وهنيئا للعوامرة بهذا الملتقى، تعبير على الاستمرارية للدفاع على الثقافة ومكانتها في المجتمع. شكرا لكم وهنيئا بتواجدك بيننا في هذا الملتقى.